حترك لك السيارة تبعي حبيبتي، صلحيها ودبري أمورك فيها. قوي قلبك مثلي، ما شفتي شلون نسيتها من آخر الدنيا لهون. والله مو هين علي اتركها لحالكم وروح. هتلاقي همكم شلون بدكم تضلوا لحالكم؟ مين بده يدير باله عليكم ويطبخ لكم هاد؟ عن جد؟ حبيبي خلص أمرنا لله، بدنا ندبر راسنا. إيه طمني تيتي. يلا توصلوا بالسلامة يا مواليد. الله يسلمك يا بنتي، إذا بدك تعي نص الطريق. لا يسمع مواليك الباص تبع المدرسة. الله معك. يلا حبيبتي خلينا نحن نتيسر. يلا طول بالك علي شوي، خليني ودع بنتي بالأول. خليني معك. الله معك حبيبتي. إن شاء الله يا بنتي بتلاقي اللي بيقدرك ويعرف قيمتك ويهنيكي. والله يا أمي حظي مو كل هالقد. خلص تيسروا انتو، مو حلوة نفتح حديث هلأ. يلا توصلوا يلا بالسلامة. يلا خلص يلا يلا باي. اطلعي حبيبتي. عمو وليد ما بدي وصيك امي هلأ بأمانتك، ولازم تدير بالك عليها وسوق على مهلك، ما في وراكن شي. لا تاكلي هم يا بنتي، بتعرفيني ما بسوق بسرعة، طمني. عمو وليد بتعرف هي ثالث مرة عم تطلقوا، وهلأ بتكون ترجعوا تتجوزوا. خلص يا ريت تخلصونا من هالقصة. ايه خلص يا بنتي لا تاكلي هم أبدا، عبال ما نفرح فيكي. يلا وليد. صحيح بنتي، يعني أنا بعتبر حالي مام أبوكي بالضبط، يعني مشان هيك حابب أحكي معك وما بدي ضايقك. هلأ أمك حكيت لي عن غسان، بقصد هذا جارك المهندس، وقالت لي إنكم ناويين تتركوا بعض، بس خديها نصيحة من عمك وليد، روحي احكي مع الزلمة ولا تكبروا القصة أكتر، اقعدوا مع بعضكم تفهموا على كل شيء، يعني حلوة لهي المشكلة. بعدين أمك شكرت كتير طيب بأخلاقه. طيب وما قالت لك أمي إنه قاتل واحد بزماناته وفات على الحبس من ورا هالقصة؟ يعني بجوز حكيت لي، بس أنا والله ما بعرف يا بنتي. يلا بخاطرك ماشي، توصلوا بالسلامة يا عمو وليد. الله معكم. اسمعي مني حبيبتي، صحيح أنا ما كتير أخذته على تيس معه، بس وحياتك هيك واحد مستحيل يكون مجرم وآذي أي حدا بحياته. وأنا كمان هيك قلت ونغشيت فيه مثلك بالأول. وبتذكر وقت اللي قلت له ياسمين بتحبك كتير اطلع فيني وعيونه عم تضوي جنب. شو قلتي أمي؟ يلا بخاطرك حبيبتي، ديري بالك على حالك. يلا خلينا نمشي. نزلي تعي لهون لشوف. تعي تعي. شو اللي قلتي هلا؟ ما هداك اليوم صرت تبكي وانت عم تحكي لي، وقلتي ما فيك تعيشي بلا. ايه؟ انا تاني نهار رحت لعنده على البيت مشان احكي له كل شيء وفاهمه قديش تحبيه. مين طلب منك تروحي تحكي معه منك لحالك؟ ليش بدك تصغريني قدامه؟ والله من قهري وزعلي عليك يا بنتي لما شفتك متضايقه وعم تبكي ما قدرت اتحمل دموعك. طيب وهو شو قال لك بالضبط؟ شو جاوبك وقت اللي قلتي له؟ ما حكى اي شيء، يعني انا فهمت من عيونه، يعني وقف مثل اللوح وما حكى. هذا اللي صار. امي لا تخبي علي، بعدين مين اللي قالك تحطيني بهيك موقف سخيف قدام واحد انا تركته ومشي الحال؟ ماشي اللي زغرك يا بنتي، بعدين المسكين كانت حالته بتقسي لانه مدري بنت خالته ومدري بنت عمه كانت ميته، يعني ما اخذ وعطى معي بنوب. يلا حاجتنا حكي بقى خلينا نمشي. وما دريتي مين اللي ماتت؟ ما دريت، بس هو كان متضايق وقتها طبعا، المسكين وحداني ما عنده حدا يواسي ولا عنده حدا يوقف جنبه. شو ليك يا حبيبتي؟ اسمعي من امك، هو بحاجتك روحي وقفي معه وخليكي جنبه ماشي. اكيد هو قلبه محروق ليحكي معك بس ما بيسترجي، روحي لعنده. شوف Thank you.